وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم. هذا ويواصل مجلس الأمة في جلسته مناقشة عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. أيها السادة، لمتابعة المزيد حول الجلسة الخاصة التي يعقدها مجلس الأمة اليوم ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل رائد الشمري الموجود في مبنى مجلس الأمة. رائد، أهلا وسهلا بك، ونريد منك أن تطلعنا على آخر مستجدات الجلسة الخاصة وأهم ما نوقش فيها إلى حد الآن. شكرا لزميل حسن، مسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين من خلال نشرة الأخبار. بالفعل اليوم ومن خلال هذه الجلسة الخاصة نستطيع أن نقول للأمانة جلسة إنجازات حتى الآن من خلال ما تم تناوله، وأيضا شاهدنا يعني يمكن في البداية قد يكون هناك تأخير بدخول جدول الأعمال لبعض الحوارات الجانبية، لكن بعدها لله الحمد يعني سارت العملية بشكل مميز في الجلسة الخاصة، وتم تناول جدول الأعمال لإقرار التعديلات في العديد من القوانين. يعني نبدأ من خلال أكيد مناقشة لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، وقانون كان مهم للأمانة، تعديلات قانون المرئي والمسموع، واللي شهد العديد من النقاشات، وأيضا لكي يكون بقالب يعطي الكثير من الحريات. يعني بالفعل اليوم يعتبر إنجاز ما تم إنجازه من خلال ما شاهدنا تابعنا بموافقة المجلس بالأغلبية على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وتمت إحالته للحكومة. يعني لو شاهدنا من خلال تصويت العن اللي كان بالاسم لقانون المرئي والمسموع، الموافقة كانت ب 52، وأيضا عدم الموافقة في 1، والامتناع ب 2. يعني تمت إحالة هذا المشروع أكيد للحكومة. بعد ذلك يعني يمكن قبل ما ادش بالبند الثاني بالقانون وتعديله اللي هو بند المطبوعات والنشر، يعني للامانه نستنبط من خلال اقرار المرئي والمسموع، يعني ابقت يعني من خلال بعد اقرار هذا واحالته للحكومه، يعني ابقت المحظورات العقائديه والاخلاقيه، لكن ايضا الغت عقوبات الحبس في جرائم الراي. ايضا بالنسبه للمرئي والمسموع من ضمن التعديلات التي كانت حاضره، يعني ايضا ألغت مسؤولية المذيع المصور والمخرج عن تجاوزات الضيوف في برامجهم، وهذا يعتبر أكيد إعطاء مساحة كبيرة من الحريات، وأيضا ما يكرس من الديمقراطية لله الحمد التي نعيشها في البلاد. انتقلنا بعد ذلك يعني للمطبوعات وقانون المطبوعات والنشر والتعديلات، وللأمانة يعني كانت هناك التعاون ما بين الأعضاء، ما بين الرئيس وأيضا الحكومة، أيضا توافق هذا القانون مع قانون المرئي والمسموع، وتم إقراره أيضا بالنسبة للموافقة بالأغلبية ب 47 وامتناع 2 وعدم موافقة 1 من مجموع 50. أيضا يعني نتحدث الآن وفي هذه اللحظات نعم تصل الجلسة الخاصة للبند الثالث والحديث عن لعل نلتقي بك رائد مرة أخرى بإذن الله لمواصلة ما تم إنجازه في هذه الجلسة التي وصفتها رائد بجلسة الإنجازات، وتم فيها تعديل الكثير من القوانين، ولعل من أهمها تعديل قانون وأحكام إعلام المرئي والمسموع. شكرا جزيلا لك رائد الشمري مراسل تلفزيون دولة الكويت من مجلس الأمة، شكرا جزيلا.